متخفيا ليتفقد أحوال الرعية. أما اليوم فالناس جياع عراية. الله الله، يسلم فمك يا عم الشيخ. ولا أحد من المسؤولين ينظر إليهم. يا رئيس الجمهورية، إن كنت أنت قدرنا فالطف بنا، ارضف بنا وانظر إلينا نظرة عقل، فهذا شعبك ونحن رعيتك. ما تلطف بينا انت كمان يا اسطى متولي. ايه بس لازمته الشغل النهارده؟ لا انت ما سمعتش اللي قالوه في التلفزيون، ايه اللي هيخرج عين عيمي؟ عليا النعمه ما اقفل باب رزقي مهما حصل. يا اسطى متولي النهارده الناس كلها مروحين بيوتهم زي ما انت عارف، يعني مفيش زباين. بقول لك ايه، ما تشتغلش على دماغي. كسوف خسوف، انا شغال. لو انت خايف على نظرك اللي هو مش موجود اساسا روح. عينيا يا اسطى متولي. عينيا. يوه انا جراي يا عم متولي، هو انت مش خايف من العمى ولا ايه؟ عم متولي انا ماشي بقى عشان عينيا زغلله. ده حاجه غريبه قوي. العمى عندي ارحم من ان اشوفكم انتوا الاثنين. يا سلام، جوز غربان ماشيين مع بعض. وديتوا الشعب فين يا حازم؟ 75 مليون ما لاقيش منهم ولا واحد. على فين؟ وديني السيدة عائشة. هاخد 30 جنيه. مش كتير شوية؟ كتير ايه يا باشا؟ ده انا هرجع فاضي. ما تعرفش ايه اللي خلى البلد فاضية النهاردة؟ حد عارف لها حاجة؟ ساعة تبقى زحمة وفوق بعضيها، وهي النهاردة ايه؟ كأننا في صحراء. واقفة حال يا برنس، كل يوم يطلعوا لنا بحاجة. الناس دي هتروح بيوتها ازاي؟ كل واحد يخليك نفسه، مش كل واحد يطلع لي في كلمه. ده اتوبيس نقل عام مش اتوبيس ابوك. شو
حد كويس. خليك ماشي على طول في الخط بتاعنا. على طول استبدال، على طول. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. حرما إن شاء الله. جمعا بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صباح الخير. صباح النور. تسمح لي اقعد معاك شويه؟ من فضل حضرتك. اهلا وسهلا. تشرب ايه؟ معلش قولوا لنا، يعني الصناعيه خافوا ينزلوا النهارده من العمى، انا اللي عامل الشاي ده لنفسي. طب وانت ايه اللي نزلك؟ ما اصل انا اعمى قديم، ومفروض ان انا اللي خاف اكتر. ده ايه اللي هيخوفك بقى؟ عشان البلد كلها لو اتعمت لا مؤاخذه، اللي زي حالاتي مش هيلاقي ياكل فيها عيش. اسمك ايه؟ متخدمك شعاعة الاصيل. لا مؤاخذه يعني، هو انا اعرف حضرتك قبل كده؟ اصل الصوت مش غريب عليا. اتغديت يا عم شحاته؟ تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا من صباحه ربنا وانا على لحم بطني. طب يلا انا عازمك على الغدا. بجد؟ تحب تاكل ايه؟ الزفر طبعا. ودي عايز اكلمك، تولي ده بقى أستاذ بيعمل طواجن ليها العجب. أنا مضيع كل فلوسي عليه. إيه اللي جابك عم شحاتة؟ مش بيقولوا فيك كسوف وخسوف النهاردة؟ تعالى عم شحاتة، تعالى بيه. صباح الخير يا متولي. صباح الخير يا عم شحاتة. تعالى نهار وابيض. اقعد. شوف عم شحاتة هياكل إيه وأنا اللي هدفع الحساب. تاكل إيه يا عم شحاتة؟ هات لي طاجن فته بس تزود لي فيها التقليه مع شويه زباعه على حتتين طحال مع اصبعين عصبان. طب ما اجيب لك بقره تاخد منها اللي انت عايزه. الله يحفظك يا متولي. الوش مش غريب عليا. لا وايه الصوت كمان يا متولي؟ الصوت يخش القلب على طول، مش عشان هو عازمني على اكل. لا ده انت شبهه بالملي. شبه مين بالظبط؟ شبه الرئيس. الرئيس؟ يا سلام يا متولي. إله يا رب اجعل لك نصيب وتمد ايدك في ايد الرئيس وتسلم عليه. لو قابله واسلم عليه يا عم شحاته، ده انا كنت اقول له على بلاوي. كنت هتقول له عليا يا متولي؟ كنت هقول له على اللي بيحصل في البلد من وراه. وايه اللي انت شايفه بيحصل في البلد؟ شوف يا سيدي، انا مره ولا بلاش ابوس ايدك، ما تخليناش نخبط في الحلل، احنا مش ناقصين. بتحب الرئيس يا متولي؟ ايه اللي بحبه؟ ده انا من حب فيه انتخبته مرتين. ازاي يعني؟ مرة بالبطاقة الانتخابية بتاعتي ومرة ببطاقة جوز عمتي الله يرحمه. انت اللي علقت الصوره دي؟ ما انا لو ما علقتهاش بتوع الحي هيجوا يشيلوا العربيه. لما انت نزلت الشغل يعني ما خفتش من العمى زي ما بقيت الناس خافت؟ هخاف من ايه يا استاذنا؟ المثل بيقول لك ضربوا الاعور على عينه. شوف لي الحساب كام. 42 جنيه. انا نسيت اجيب معايا فلوس النهارده. انا الحق العصر بقى. لا 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 لا، عصر ايه؟ لا استاذ، وحياة والدك ما ينفعش النهارده بالتحديد. كسوف وخسوف وكمان ما فيش فلوس. ما تقلقش، فلوسك هتوصلك لحد عندك ان شاء الله. يلا بجملت ما عادلش تفرق، هو اليوم باين من اوله. الحق العصر يا عم شحاته. انت عايز فلوس؟ ايه
اذا كنتوا فاهمين انكم فضيتوا البلد عشان تحافظوا عليا.